محمد بن حتوش الساكنه ديال مولاي ادريس. انا هنايا ساكن من 2012، دابا هادي 2019. اول ما شرينا كانوا هضروا معنا، قالوا لنا بلا كاين المرافق العموميه، بلا كاين مدرسه، بلا كاين مسجد، بلا طونسبور غادي يوصل لهنايا، بلا كاين بوست بوليس، بلا كاين حمام. فاذا بلا ملي كنسكنوا كنلقاو بلا كاين والو من هادشي. ابسط الله حقوق ديالنا هي المدرسه. المدرسه دابا مثلا نهضر على نفسي، انا عندي ثلاثه د الوليدات اوبليجي خصني نوض في الصباح مع 8 نديهم، خصني مع 12 نردهم، خصني مع 2 نجيبو نديهم، عاود مع 6 نجيبهم. دونك انا كنسمع في الخدمه ديالي وكنمشي نديهم للمدرسه. ثاني حاجه المسجد، المسجد ما كاينش فين نصليو، غير الصلاه ديالنا ما كاينش فين نصليو. ها واحد السيد الله يجازيه بخير هنايا كرمنا بواحد الشقه ديالو، هو ساكن في الطاليان وخلى لنا الشقه كنصليو فيها، مع العلم ان هنا كاين 3600 ابارتمون. الا هبط غير واحد من كل دار يصلي ما يلقاش فين يصلي. وكذلك المدرسه، طونسبور ما كاينش هنايا، التشوير ما كاينش. انا عند الطوموبيل هنايا كنهبطوا، ما كاين لا ستوبات، ما كاين لا انتيردي، ما كاين والو. دونك كاين واحد الفوضى. حنا كنطالبوا من الجهات المسؤوله يديروا واحد المبادره. دابا هادي 7 سنين وحنا ساكنين هنايا وما كاينش ابسط المرافق العموميه. الله يجازيهم بخير الا كيسمعونا، ونتمنوا الله ان هذا المنبر يسمعونا ويديروا لنا حنا، يسهلوا غير الامور. ماشي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، المهدي الموفق فاعل جمعوي بمدينه فاس. اليوم كيتم المناداه علينا من طرف ساكنه ديال جزيئه مولاي ادريس. حنا بصفتنا كفاعلين جمعويين وكقوه اقتراحيه المنتخبون المسيرون ديال المدينه هذه وكشركاء في التنميه ديالها، لبينا الطلب واننا جينا وسمعوا المشاكل ديال الساكنه هذه. الا اننا كنجيو كنصطدموا بواحد الواقع اللي هو مزري، واحد الواقع اللي هو كارثي ما نقدرش نعبر لكم عليه، انك تواجد ازيد عن 4000 شقه هنايا في جزيئه مولاي ادريس. هاد 4000 شقه ما كتوفرش على ابسط وسائل العيش، لا مرافق صحيه، لا مرافق رياضيه، لا مرافق اجتماعيه، لا مسجد، لا تشوير طرقي، لا بنيه تحتيه. بالله عليكم يا مسؤولين، واش ما عندكمش الضمير؟ بالله عليكم اكس، خليوا هاد الناس هادو، خليهم في الدار هادو، ما ترفعوش عليهم. غدا امام الله سبحانه وتعالى شنو تقولوا له؟ بغيناكم نتوما بصفتكم كل، انا كنتحمل المسؤوليه لكل الاطراف، كل الاطراف، كان المجلس السابق وكنحمل المجلس الحالي وكنحمل العمده وهذا المهندس المعماري، كنحمل جميع المسؤوليه. وكنقول ان خص مجلس على الحسابات انه يحط الرحال هنا في جزيئه مولاي ادريس، وانه يفسح ملفات الفساد ويفسح هذه الخروقات اللي كتواجد هنايا، وانه يعري على هاد المفسدين، وان كل واحد اللي دار شي جرم، ان اللي ارتكب شي جرم انه يتحاسب، وان القضاء يتابع قضائيا. كذلك كنقول للسيد الازمي انه على الاقل انه يلقى واحد الحل اللي هو مؤقت، لان الناس ما كيطالبوش شي حاجه اللي هي كبيره، كيطالبوا ان النقل الحضري. بما ان سيتي باص هي اللي شاده قطاع النقل هنا في مدينه فاس، انا كنشوف معاه واحد الحل، توفر لهم واحد اربع شاحنات او اربع ناقلات، انه يجيو والناس كيعاني. وان دابا انت الازمي تخيل ان الناس انهم كينوضوا في الصباح مع 7 ديال الصباح انهم يمشيو للخدمه، خصو ولا ان الاولاد يمشيو للمدرسه، خصو والديهم يوصلوا 15 دقيقه ماشيين على الاقدام. هادشي هذا راه منكر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحنا عاد شدينا الملف هو بتوقيع 4000 ديال الساكنه، وغادي نبحثوا في هذا الملف وغادي نجبدوا الحيثيات نتاعو، وبصفتنا كفاعلين جمعويين غنشوفوا شكون المسؤول على هذا الوضع هذا. والسلام عليكم. البير للعمل الخيري، رئيس جمعية البير للعمل الخيري المكلفة بإنجاز مسجد بمولاي إدريس. هذا المشكل اللي عندنا حنايا هو مشكل دابا عنده تقريبا 3 سنين. طلبنا الأرض ديال المسجد بالنسبة للمشروع، كمشروع ديال المنعش العقاري مخصص 167 متر كارية للمسجد ومركز ديال الشرطة. احنا كجمعية في الاول ديال الساكنة ما وافقناش عليها، بقينا كنتخبطوا من هنا في الاخر. اخر المجلس البلدي وافق وعطانا 700 متر من الأرض اللي مخصصة للمجلس.
وجدنا الوثائق، وجدنا كل شيء، عندنا عندنا اسمها شهاده اداريه من طرف العمده ديال التسليم ديال الارض ديال 700 متر. ملي بدينا وصوبنا صوبنا المسائل كلها من البلان من الوثائق كلها، ملي وصلنا باش غادي ندفعوا الملف للجنه الولائيه، استلمنا بان في ذاك القطعه الارضيه كاينه طريق. بدينا الاجراءات باش نحيدوا الطريق، راسل العمده، راسل المحافظ على التشطيب باش التشطيب ديال ذاك الارض، لان ديك الارض ملي كانت مازال ارض فلاحيه قبل ما تكون تجزئه، راسل المحافظ باش يشطبوا على ديك الطريق اللي ما بقاتش، ما كايناش نهائيا، ما كاينش حتى في الواقع، ما كايناش. ما جاوبوش، دار مراسله ثانيه، هذه دابا تقريبا شهر والفلوس ما جاوبش المحافظ، ما جاوبهمش، والى حد الان حنا مازال كنتخبطوا. مجمع سكني اللي كاين فيه تقريبا 3032 شقه وما عندهمش مسجد فين يصليو. كي حنا مضرين في هذا السكن، شينا وندمنا صراحة لله، وبغينا الله يجازيكم بخير تقولوا المسؤولين يجيبوا لنا بوست البوليس هنايا، شدوا زعما المسؤولين وناشدوا هادو اللي شدوا علينا هنا البرلمان هنا في هاد جهه فاس هادي، شوفوا من حاله هاد الجهه هادي حنا ديجا مقطوعين، لا ترونسبور لا ماشي تنميه نسويه، راه العيالات كيقيلوا غير في ديورهم، ما قاريين ما حتى شي حاجه، خصنا شي حاجه اللي تنفع العيالات، شي جمعيه، مبادرات، هادشي اللي خصنا. ومدرسه راه كاين الاسباس بزاف، هذا اسباس هو كي غير الناس محسنين كيجيبوا لنا هنا البيشان، واحد المنظر يرتله في رمضان في رمضان. وجهتنا الفوق راه كاين اسباس كبير، قالك بغا يبيعوا يديروا عاود ديزيمابل، واش حنا غيبقى غير كيبيع يبيع يبيع في قطعات الارض، ما يدير حتى شي حاجه لهاد الجهه هادي. راه حشوم راه اكثر من 4000 هنايا شقه، يمكن راه مجمع سكني كبير وضخم بزاف، يعني كنشدوكم الله يجازيكم بخير، شوفوا لهاد الجهه هادي. راه حنا والله انا بعدا ساكنه هادي 7 سنين، راه فغيمون ما كاين حتى شي حاجه داروها هما، ملي شرينا غير اللي كيبيعوا صافي. الحمد لله الطاكسيات كيطلعوا، ولكن كنا قبل كنا كنطلعوا هاد العقابي كلها على رجلينا، طوبيس ما كاينش، راه ما كاينش وسائلنا، خص الطاكسي يعني خصك تاخذ الحمراء البيضاء ما كايناش، يعني راه حنا لا اله الا الله. وشتي العقبه قداش؟ راه حتى باش يديروا وليداتنا بيكالات ويطلعوا، راه العقبه ما يمكنش غيطلع بيكالا في هذه العقبه هذه.